السلام عليكم. الاحترام، إذا سقط الاحترام سقط كل شيء، فلا حب بلا احترام، ولا صداقة بلا احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام. النهاردة أنا كنت عاوز أتكلم عن موضوع هو بصراحة منتشر قوي، ولقيت الناس بتاخده، يعني في ناس كتير للأسف بتاخده بأسلوب سخرية، تريقة، إن حاجة ملهاش لازمة، حاجة ملهاش قيمة، اللي هو إيه ده؟ اللي هو بقى إيه؟ إيه يا عم ده؟ ده أنت استعراضي، ايه ده؟ ده استعراضي، اللي هو كلمة استعراضي، بس في ناس كتير تاخدها بالمعنى اللي هو يعني اللي هو حاجة تافهة، ايه يا عم ده بتشقلب ده، ايه ده؟ ده مش عارف ايه والنظام ده. طيب دلوقتي احنا عندنا زي ما قلنا الفنون القتالية يعني عالم واسع، بحر كبير قوي مش بينتهي. حلو؟ أول حاجة لازم تكونوا عارفين حاجة، إن معظم الناس كلها اللي حبت المارشال ارتس والفنون القتاليه حبتها اساسا في الجو الجمالي اللي فيها، الاستعراض اللي فيها، العرض الشو اللي فيها، مش الجو العنيف اللي فيها. ومن امثله ذلك كلنا متاثرين قوي جاكي شان، بروسلي، توني جا، الناس دي كلها. بروسلي في ناس كتير بتقول طريقه قتاله واقعيه جدا والنظام ده، بس برضه كانت طريقه فيها شو، لما يمسك الفرمانش ويعمل كده اسلوبه الصوت بتاعه ده كله برضه فيه شو، فيه استعراض، فيه عرض. فاحنا لو الكونغفو والفنون القتاليه كانت ظهرت في السينما من غير الشو والجمال والحركات اللي فيها والشقلبه وتضرب وركلات الوجه والكلام ده كله، ما كانش حد حبها. دلوقتي بقى تيجي تلاقي ايه يا معلم؟ تيجي تلاقي مثلا واحد بيلعب فنون قتاليه، هو كل اللي بيلعبهم فن القتال التقليدي العادي خالص. احنا اصلا هنا معظمنا فاهم الفن القتالي غلط يا جماعه. الفن القتالي ده زي ما قلنا حاجه بحر واسع جدا. الفن القتالي ده اتعلم روحي الاول، يعني الدفاع عن النفس ده، اصلا الدفاع عن النفس ده اللي هو القتال، ده فرع من فروع الفنون القتالية. لكن اصلا الفنون القتالية اساسها يعني اساسها ليه؟ علشان اتحكم في الغضب، اتحكم في نفسي، اتحكم في شهواتي، اتحكم في الطمع، اتحكم في الشهرة، يعني ادافع عن نفسي في الخير، ادافع عن الناس في الخير. يعني الدفاع عن النفس ده منها ايه اللي هو فرع. لكن يقول لك ايه ده، هو انا بتعلم، واحد يقول لك ايه، انا وانا بتعلم القتال عشان اتشقلب، عشان مش عارف ايه. لا يا عم، انت بتلعب الفنون القتالية ايه؟ بروح. ممكن مثلا تشوف مثلا الناس بتلعب حاجه اسمها ايه، تاي تشي، ها يعمل كده، حلو، دي حركات. واحد يجي يشوفها كده مش فاهم يقول لك ايه ده، هو ده استخدام في القتال؟ مع انها يعني دي حركه فيها منها شكل جميل ومنها بتديك طاقه داخليه. لو تسمعنا التاي تشي، تاي تشي ده طبعا اسلوب، منه اسلوب قتالي ومنه اسلوب كمان بيمارسوه بيعالج كتير من الامراض قوي. تمام. المهم يا جماعه، الناس بقى اللي بتتريق على كلمه يقول لك ايه ده يا عم، ده استعراض، ده مش عارف ايه والنظام ده، انت اصلا كلاعب فنون قتاليه المفروض تلعب بروح، عشان بص كده اسمها ايه، فن قتالي، مش عنف قتالي، مش قتال بس، مش حركات قتاليه، فن. يعني لازم وانا بلعب يكون في شو، يكون في عرض عشان الناس تحب اللعبه. لو ظهرت للناس كلها بيم 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 ضرب بس، كله ضرب، كله مش هيتقبلها، كله كده هياخد فكره عن الفنون القتاليه انها للعنف بس. لكن الناس اللي بتدمج بقى، احنا ما بنقولش لعب جمباز كله يا عم، ما بنقولش اعمل حركات كتير، خد لما تاخد مثلا حركه زي الباك هاند سبرنج، زي الكارتويل، العجله هوائيه، زي الباك فليب، بتاخد كام حركه تفيدك، تفتح حوضك عشان تعمل ركلات هوائيه. لما 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 تلعب بقى فن، اللعب بتاعك يكون فيه مهاره، فالناس اللي بتبص عليك يقول لك لا ده لاعب قتال صح متكامل، بيلعب بمهاره، بيلعب بجماليات كتيره. انا فرق افضل اللي بيمارس فن قتالي يمارس معاه حاجه تاني، يمارس معاه جمباز، يمارس معاه باركور، يمارس معاه بريك دانس، يمارس معاه كابويرا. لما بيمارس حاجات فيها شكليات وفيها جماليات وفيها استعراض زي ما احنا بنقول، تمام، فدي حاجه هتزود قوه من مهارتك. اما بقى نيجي لموضوعنا الاساسي، الناس بتقول لك ايه يا عم ده استعراض. فالناس اللي بتقول لك ايه يا عم ده استعراض، ايه يا عم جايب ده استعراض، يا عم محمد ده استعراض، ايه ده مش عارف ايه. هنا في كلمه في حاجه في الغرب ممثلين اسمهم ستانت مان. ستانت مان او ستانت مان ده الرجل البارع اللي احنا بنقوله بالعربي، ده بيتضرب في الافلام، ده مش الراجل اللي احنا بنقوله بيتضرب، ده مش بيتضرب ولا حاجه، الراجل ده بيكون بطل. يعني جاكي شان ده اصلا بدا حاجه اسمها ستانت مان، اللي هو لما بروسلي مسكه وضربه مش عارف ايه، كان ياخد الضربه بس ويمثل انه بيقع في الضربه. سكوت ادي كان زلو بايكا كان ستانت مان لجاكي شان، كان برده راجل بيظهر انه بياخد ضربه وهكذا. ستانت مان دول اصلا ناس بتكون لعيبه ومهاريه جدا ومحترفه، فهم بيجيبوه يعني فهم بيجيبوهم علشان يعرفوا يقضوا دور كويس. والناس دي بقى مهاريه، بيعملوا عرض كتير، يقع بوقع، يعني دي مثلا لو ياخد ضربه يقع بشقلبه، يقع بيلف، بيقع بشكل جميل. فالراجل ده ليه تقديره، مسمينه بره ايه، ستانت مان، الرجل البارع. احنا هنا اللي بيتضرب، الواد اللي بيتضرب في الافلام. لا يا جماعه، المفهوم مش كده خالص، تمام. فبالتالي انت لو فضلت تلعب
قتال بس عنف بس عنف، مش هتكون مميز، محدش هيعترف بيك. بص لكل الناس اللي بره تلاقيهم بيعملوا كل حاجه. هنا بقى لو لقى واحد بيمارس فنون قتاليه مع الفنون القتاليه شقلبه وحركات، يقول لك ايه ده استعراضي. لا يا عم ده استعراضي، مع ان اللي بيقول استعراضي عارف بيعمل ايه. خلي الاوبرا اللي هي تكون، مع ان اللي بيقول استعراضي ده اصلا هو اخره بيعمل ايه؟ ممكن تلاقي اخره ايه؟ يلعب بوكس بس كام ركله، ممكن تلعب كام ركله ارضيه، يعني تلاقيه بيلعب راوند هاوس كيك، سايد كيك، فرونت كيك، ركلات ارضيه، وتلعب بيلعب كام لكمه بس، ده اللي بيلعبه. طب الراجل اللي انت بتقول عليه استعراضي ده، الحركات اللي بيجيبها دي على فكره حركات مش سهله. شقلبه دي ممكن هو بيتشقلب، ممكن يقع، ممكن يحصل له حاجه، بمجهود كبير. لكن الراجل المقاتل بس بيلعب قتال بس ده ملاكمه مثلا، كيك بوكس مثلا، مثلا ايه الصعوبه في كده؟ انا عايز اعرف ايه بوكس تعالوا بسرعه، ركله ارضيه يا ريت فيها حوض وجماليه بسرعه. لكن لما انت تكون مهاري معاك ركلاتك تفتح حوض مش عارف ايه، في شكل في الركله، في شكل رجلك بتتفتح، حوضك بيتفتح، في شكل جميل. لكن هنا بقى اللي مستواه عادي بقى يقول لك ايه ده يا عم انا مقاتل، انا ما ينفعش استخدم الحاجات دي في فايت. طب والله العظيم وكتاب الله انا بقول لكم، انا واحد من الناس لعبت فايتات، والله العظيم لعبت فايتات خارجيه وفايتات ايه مش فايتات بطوله، اصعب من البطوله بكتير. يعني تحدي، يعني واحد عاوز يقابل جابر ناس هيعلم عليه، يعني اضرب براحتك. وكتاب الله كنت بستخدم الحركات اللي هي شفت الراوند اوف حركه، يعني حركه بس زي دي كده، زي دي كنت بستخدمها كقتال عادي جدا. بص انت في القتال ما تتخيلش، ممكن تستخدم اي حركه. بقول لك ايه ده حركه استعراضيه ما ينفعش استخدامها في القتال. انت ممكن انت اتكلم عن نفسك بس، انت ممكن ما تعرفش تستخدمها، لكن غيرك يعرف يستخدمها عادي، عنده القدره في كده. هو الموضوع مش حكايه استعراضي والكلام ده، الموضوع حكايه ان انا اوصل مرحله عقلي يفكر، جسمي يعرف ينفذ امتى. تمام؟ حكايه بقى الناس لك ايه ده استعراضي ومش عارف ايه، هو اصلا ما يمكن مستضعف جدا وعاوز يعمل حركاته دي، بس ده استعراضي ده مش عارف ايه. طب اعمل زيه الاستعراضي ده، قلت لك عاوز تعمل زيه ومش عارف، اخرك تعمل ايه؟ بوكس، ركله ارضيه، ايه اللي بتعمله؟ الاستعراضي ده بقى راجل بيلعب قتال وبيلعب حركات وبيعمل كل حاجه. انا كده بقى اتكلمت على ايه؟ اللي بيلعب قتال وبيلعب حركات معايا. يعني انا دلوقتي مثلا لو ضربت ضربه ركله صعبه، ركله زي مثلا هو مثلا ممكن يعمل لك ايه؟ ركله زي كده؟ دي قتاليه يا راجل. مفهوم احنا كعرب بنفتي في حاجات كتير ومفهومنا ضايع في حاجات كتير جدا. طب الناس بقى اللي هي مش بتلعب قتال مع استعراض، بتلعب مثلا باركور بس، جمباز بس، يقول لك ايه ده؟ دول استعراضيين ما لهمش دعوه بالخناق. طب ما طبعا ما لهمش دعوه بالقتال يا عم، هو راجل بيلعب جمباز بس، راجل بيلعب باركور بس، ايه علاقته؟ لكن بيعمل مجهود كبير. تمام؟ فيا جماعه السخريه او التريقه او ان انا اقلل من قيمه لاعب بيلعب اي لعبه معينه، ده كله مش مطلوب، ده كله ضد الاخلاق، ده كله الدين العام. لو انت بتشوف لاعب يعني بيلعب بالصوت، اقل رياضه بتتعمل فيها مجهود بدني مثلا ايه؟ رياضه الماراثون الجري مثلا، اشجعه برده واقدره. والمجهود اللي بيعمله في الجري ده برده مجهود قتالي على فكره، بيصارع عشان يوصل للاخر. تمام؟ المهم يا جماعه، طبعا انا كنت حبيت النهارده اوضح لكم حكايه كلمه استعراضي، ان كتير قوي بيتريق عليها. تمام؟ عشان انا واحد من الناس عامه بلعب بمارس فنون قتاليه اساسا وبمارس حركات استعراضيه كتير، ولولا الحركات دي كلها ما كانش الناس حبت اللعبه. لولا الواحد بيعمل حركه ينزل يوطي يعمل شقلبه، ما كانش الناس وصلت لها ما كانش الناس وصل لها يعني الفن القتالي جماله، وان انا نفسي اتمرنه. كل دلوقتي نفسي ابقى بروسلي، كل نفسي ابقى جاكي شان، كل نفسي ابقى توني جا، عادي جميل جدا انك تعمل ده. لكن صدقني لو انت ما طورتش من اسلوبك، ما طورتش من طريقه لعبك، ما لعبتش كذا حاجه، ما دمجتش، مش هتكون مميز. تمام. ربنا يوفقكم يا رب من كل قلبي، ويفضل دايما انكم تتمرنوا مثلا لو انت بتمارس رياضه كونغ فو بس او كاراتيه بس او تايكوندو بس، مارس معاها، لا اما باركور، جمباز، الكابوره برده جميله جدا، ممكن تمارس ايه ستريت ورك اوت، تمارس رياضات ثانيه عشان تساعدك وتديك لياقه في الحاجات دي كلها. تمام؟ ربنا يوفقكم يا رب من كل قلبي، وانتظروا عشان الفتره الجايه في مفاجآت كتير. يلا سلام.